السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار التاسعة، البداية بالعناوين. السيد الرئيس يلقي كلمة هامة أمام مجلس الأمن في 20 من الشهر الجاري. وفود من 27 دولة عربية وإسلامية تصل أرض الوطن للمشاركة في مؤتمر القدس عاصمة الشباب الإسلامي. رئيس الوزراء يؤكد أن إعلان ترامب أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لتكثيف الاستيطان والاستمرار في استهداف شعبنا. إصابات في مواجهات مع الاحتلال في جنين والمستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين قرب سلفيت. طاب مساءكم مشاهدينا الكرام بكل الخير وأهلا بكم إلى تفاصيل التاسعة. تلقى السيد الرئيس محمود عباس اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، وأشار خلال الاتصال بحث آخر التطورات السياسية وتأكيد بريطانيا التزامها بحل الدولتين وأهمية العمل على إيجاد حل سلمي للصراع في الشرق الأوسط. وبدوره أكد سيادة الرئيس التزام الجانب الفلسطيني بحل الدولتين على أساس حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين والاستعداد للجلوس على طاولة المفاوضات وفق آلية دولية متعددة الأطراف وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. من المقرر أن يلقي السيد الرئيس محمود عباس كلمة هامة أمام مجلس الأمن في 20 من الشهر الجاري، يطالب فيها المجلس بتحمل مسؤولياته وتطبيق كافة القرارات الخاصة بقضيتنا. تفاصيل أوفى في تقرير خالد مطاوع. في إطار المعركة السياسية حامية الوطيس التي تخوضها القيادة على رأسها السيد الرئيس محمود عباس لإسقاط إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، سيتوجه سيادته إلى مجلس الأمن الدولي في 20 من الشهر الجاري ويلقي خطابا هاما سيجدد فيه مطالبته المجلس بتحمل مسؤولياته وترجمة قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصة قرار 2334 المرتبط بإدانة الاستيطان خلافا لتوفير الأمن والحماية لأبناء شعبنا من بطش الاحتلال. خطاب السيد الرئيس في مجلس الأمن الدولي الذي سيستعرض فيه إمعان الاحتلال في انتهاكاته وممارساته العدوانية ضد شعبنا، إضافة إلى المخاطر والتداعيات المترتبة على اعتراف ترامب الظالم وتوجهاته نحو حسم قضيتي اللاجئين والاستيطان من حسابات العملية السياسية، يحمل دلالات ومعاني سياسية بالغة الأهمية، خاصة في هذه المرحلة العصيبة من عمر القضية، لحشد مزيد من الزخم والتأييد الدولي لحقوق شعبنا المقدسة. إن تحركات القيادة المكثفة المحلية والإقليمية والدولية واستثمارها أي مناسبة أو منبر للتعبير عن رفضها المطلق لإعلان ترامب وما تبعه من إجراءات أحادية كيدية تعتبر مؤشرات حيوية على تمسك القيادة بالثوابت الوطنية التي أنشئت على قاعدة قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، رغم ما تتلقفه من تهديدات وضغوطات هائلة لتركيع مواقفها الفولاذية في مواجهة كل إجراءات تل أبيب وواشنطن. لا شك أن خطاب السيد الرئيس المرتقب أمام أهم مؤسسة دولية أنشئت لحفظ الأمن والسلم الدوليين يمثل فرصة سانحة لتذكير العالم بأسره بحقوق شعبنا التواق للعيش بحرية وهو ينشد السلام منذ عقود، فإن مراقبين يرون فيه أيضا خطوة تاريخية لدفع الدول الأعضاء نحو تبني خيار القيادة القاضي بصنع مسار سياسي وآلية دولية لرعاية المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة كبديل عن الإدارة الأمريكية التي فقدت دورها كراع نزيه للسلام نتيجة انحيازها الأعمى مع حكومة الغطرسة والإرهاب. خالد مطاوع، تلفزيون فلسطين.
للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من نيويورك عبر الهاتف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة دكتور رياض منصور. دكتور رياض أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا بك دكتور. يعني المفاعيل والأرضية في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن خاصة وأن السيد الرئيس الذي يقود الحراك السياسي المتواصل سيترجم في خطاب أمام مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في 20 من هذا الشهر. يعني هناك إحساس متعاظم وترحيب بالسيد الرئيس للقدوم إلى مجلس الأمن في في هذا المجلس الذي يشكل أعلى وأهم مجلس دولي لحفظ الأمن الدولي، وهناك مناقشات بيننا وبين أعضاء مجلس الأمن لأن البعض منهم رفوا إلى عاصمة موصيين بأن يأتي موصلين على مستوى أعلى في الجلسة كنوع من التصدير والاهتمام بالسيد الرئيس وضيء الخطاب الذي سيلقيه مجلس الأمن. على سبيل المثال خارجية الكويت تصديرنا والذي سيترأس الجلسة مرحبا بالسيد الرئيس سيدلي بطبيعة الحال ببيان من كونه رئيس لمجلس الأمن ولكن على مستوى أعلى من مستوى نعم. طيب سيد سيد منصور، يعني بعيدا عن هذا الاهتمام والترحيب الذي تفضلت به من مختلف الأطراف، لو تحدثنا عن أبعاد هذا الخطاب وأهميته خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تشهدها القضية الفلسطينية وحاجتها لحشد الدعم من مختلف الأطراف الدولية. لا، كما قلت مجلس الأمن هو هيئة جماعية وخطابنا السياسي بأن فقدت الولايات المتحدة دور قطاعي وحيد في العمليه السياسيه ونحن نحتاج الى بيئه جماعيه، فاول هذه الخطوات الهامه في العمليه الجماعيه هي مجلس الامن، لان مجلس الامن فيه كل القوى الفاعله في العالم، ولذلك عندما نطلب من مجلس الامن ان يتحمل مسؤولياته من خلال تنفيذ قراراته بايجاد حل مع المساله الفلسطينيه تؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإحداث الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس الشرقية، هو حب هذا الاتجاه الذي ندعو إليه أن يكون هناك إشرافا دوليا لأي عمل سياسية وعلى أسس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالسلام العربي. نعم دكتور، هل برأيك سيكون هناك انتصار للقانون الدولي الذي أيضا يعني عندما تجاوزه ترامب سيكون هناك مساس حتى في الدول التي هي أعضاء في المجلس وفي الجمعية العامة، هل ستنتصر الدول لنفسها كذلك؟ أنا أعتقد أنه يعني مجلس الأمن كما عبر في الجلسة في هذه المسألة عن موقف اجتماعي باستثناء الولايات المتحدة على أنه ينتصر إلى القانون الدولي وينتصر إلى قراراته وذات الصلة وينتصر إلى ما ترمز إليه الأمم المتحدة من كونها بيت لجميع الأمم وبيت تحرص على إنجاز السلام على أساس العدل والقانون الدولي. مجلس الأمن عبر عن ذلك في أكثر من مرة بما فيها المرة التي قدمها فيها مشروع القرار وتم تصويت لصالحه 14 مقابل واحد، لذلك أنا أعتقد أن أعضاء مجلس الأمن سينتصروا مرة أخرى إلى هذه الأفكار. نعم شكرا. الولايات المتحدة لوحدها. نعم شكرا جزيلا لك مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، حدثتنا عبر الهاتف مباشرة من نيويورك. استقبل السيد الرئيس محمود عباس بمقر الرئاسة بمدينة رام الله عائلة الطفل عهد التميمي التي اعتقلتها قوات الاحتلال في 19 من شهر كانون أول الماضي من قرية النبي صالح، وحيى سيادته شجاعة الطفل التميمي وعائلتها ومواجهتها لجبروت الاحتلال واعتداءات جنودهم، مشددا على أن هذا يدل على مدى تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه. وأكد سيادته أن المقاومة السلمية الشعبية في مواجهة المحتل هي سلاح قوي بيد الشعب الفلسطيني
يكشف زيف الاحتلال ويظهر للعالم أجمع وحشيته أحق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كباقي شعوب العالم. بدورها ثمنت عائلة تميمي مواقف السيد الرئيس واهتمامه، مؤكدة دعمها الكامل لسياسات الرئيس ووقوفها خلفه نحو الحرية والاستقلال. استقبل السيد الرئيس محمود عباس بمقر الرئاسة بمدينة رام الله وفد رهبان الكنيسة القبطية الكاثوليكية المصرية برئاسة الأب إبراهيم فلتس حارس الأراضي المقدسة. ورحب سيادته بالوفد المصري الشقيق في بلده الثاني فلسطين، مؤكدا على هذه الزيارة الهامة والتي تدل على عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين. كما أكد السيد الرئيس على أن مثل هذه الزيارات هي للوقوف إلى جانب السجين ودعم صموده أمام المحتل، مشددا على أن مدينة القدس وأهلها بحاجة لدعم إخوانهم والوقوف إلى جانبهم من خلال تكرار مثل هذه الزيارات وتوسيعها لتشمل الآلاف من أبناء شعبنا العربي. وتطرق سيادته إلى أهمية الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة لتساهم في التنوع والتعايش المشترك الذي تشتهر فيه فلسطين في العالم أجمع. كما أطلع السيد رئيس الوفد الضيف على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمأزق الذي وصلت إليه العملية السياسية جراء سياسات الاحتلال. فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، الحضور الكرام، السلام عليكم من رب السلام، والرحمة من إله الرحمة، والبركة من واهب البركات، من إلهنا الواحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منحني إخوتي الأب القمص أنطونيوس غطاس الوكيل البطريركي وإخوتي الكهنة شرف أن ألقي هذه الكلمة الصغيرة بالنيابة عنهم وعن كل المصريين أمام سيادتكم. تحية طيبة ملؤها الحب من قلب مصر النابض بالحب للقدس الشريف ولأهلنا في الأراضي المقدسة، من كل شعب مصر وعلى رأسهم أخيكم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الكنيسة القبطية عامة والكنيسة القبطية الكاثوليكية بوجه خاص في مصر وعلى رأسها صاحب الغبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ومن إخوتي. فخامة الرئيس، لقد أطلقتم نداء في كلمتكم خلال مؤتمر نصرة القدس الذي عقد بالأزهر الشريف، تدعون فيه إلى ضرورة زيارة القدس وزيارة أهلنا في القدس، فكنا أول من لبى هذا النداء. اسمح لي فخامتكم أن أذكر موقف من 28 سنة. أنا كنت هنا سنة 90، كنت عند الأباء الترابيست في اللاترون بعمل خبرة، وجيت القدس زيارة. لن أنسى من 28 سنة شيخ وقور فلسطيني، كنا أربعة، بص لنا كده قال أنتم مصروة، فقلنا له آه، فبنظرة مليانة بالحب والعتاب، وبتعالوا زورونا، تعالوا اسألوا علينا. لن أنسى هذا الموقف. فكنا أول من لبى هذا النداء، جئنا وكما قلتم سيادتكم لنزور السجين وليس السجان، وقد طالبنا سيد المسيح بهذا عندما قال كنت سجينا في شخص كل سجين فزرتموني. وأؤكد لكم فخامة الرئيس أنه ما من مصري إلا ويحمل في قلبه شوقا عظيما لمثل هذه الزيارة. وقد اقترب عيد القيامة المجيد وسترون الآلاف من المصريين قادمين، ونتطلع إلى اليوم الذي يتمكن فيه كل مصري وكل عربي من زيارة هذه الأرض المقدسة دون حواجز أو شروط. فخامة الرئيس، نحن نقدر قيمة وقدسية الوطن، وهنا تحضرني مقولة لقداسة البابا تواضروس بطريرك الأقباط الأرثوذكس، قال وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن، وطن
بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن. هذا يعني أن الوطن قبل كل شيء، وبالنسبة لي هذا يعني أن الوطن هو المسجد الأكبر وأن الوطن هو الكنيسة الأكبر. لذا فما أصعب أن يهجر إنسان من وطنه، أن يفقد تراب أرضه. لذا فهمومكم همومنا، ألامكم ألامنا، وأمالكم أمالنا. فكما قمنا بزيارة القبر المقدس وكنيسة المهد، قمنا بزيارة المسجد الأقصى وقبة الصخرة بفرح وامتنان، مدركين أن قاربا واحدا يحملنا، وعلينا أن نجاهد معا ليصل بنا إلى بر الأمان بعون الله. فخامة الرئيس، نحن كرجال دين ككهنة ليس منوط بنا العمل بالسياسة، ولكننا نجاهد على جبهتين وفي محرابين، ولهم أهميتهما القصوى، محراب الصلاة ومحراب تكوين وتربية وبناء الإنسان. في محراب الصلاة، أول ما نصلي من أجله هو السلام، السلام في أرجاء العالم، ولكن بنوع خاص السلام في الأراضي المقدسة التي نادى فيها السيد المسيح بالسلام، لتكون هذه الأرض أيقونة للسلام مقدمة للعالم كله. نصلي من أجل المهجرين ليعودوا إلى ديارهم، من أجل كل إنسان يعاني من ظلم أو من اضطهاد. وفي محراب بناء الإنسان، فنحن نعمل من خلال الكنيسة ومن خلال المدارس التي تخصنا على تنشئة الشباب على حب الوطن، على تقدير وقيمة الإنسان، تقدير قيمة الإنسان والدفاع عن حقوقه، على نشر ثقافة الخير والحب والجمال، على نصرة المظلوم، على تقاسم الخيرات، على نصرة الحق، وعلى أهمية مدينة القدس. فخامة الرئيس، قد يرى البعض أن المستقبل مغلف بسحب ضبابية، وقد يكون هناك من فقد الأمل أو من يقول أن القضية قد ضاعت، لكن هيهات، لا وألف لا. إيماننا يؤكد أنه لن يضيع حق وراء مطالب، ولو كان هذا المطالب طفلا صغيرا. فخامة الرئيس، قد يكون صوت المدافع أعلى، صوت الدبابات أعلى، ولكن ما هو أعلى من الكل ومن كل شيء هو صوت الحق. إيماننا أن الكلمة الأخيرة هي للخير، هي للحب، هي للجمال. الكلمة الأخيرة هي للسلام. الكلمة الأخيرة هي لمن خلق الكل، الله سبحانه وتعالى، إله الخير والحب والجمال، إله الحق. فخامة الرئيس، الحضور الكرام، لا أريد أن أطيل أكثر من هذا، ففي النهاية نرفع الشكر والحمد لله القدير الذي دبر لنا هذا اللقاء الذي تمنيناه. ففي شخصكم الجزيل الاحترام التقينا بكل الفلسطينيين، في شخصكم الجزيل الاحترام التقينا بنضالكم وبكفاحكم. نشكركم سيادة الرئيس أنكم أعطيتمونا هذا الوقت من وقتكم الثمين. شكرا للأب إبراهيم فلتس ومن عاونه في ترتيب هذا اللقاء الذي تمنيناه. شكرا لكم جميعا. أخيرا فخامة الرئيس، سوف نرحل ولكن لن ترحل فلسطين من قلوبنا. سوف نسافر ونحن نحملكم في قلوبنا وفي صلواتنا. نحمل كل الفلسطينيين، كل همومكم، كل ألامكم وأمالكم. وفقكم الله، والمجد لله في العلا، وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرة. وتحيا مصر، وتحيا فلسطين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وصلت الوفود المشاركة في مؤتمر القدس عاصمة الشباب الإسلامي للعام 2018 إلى معبر الكرامة اليوم قادمة من 27 دولة عربية وإسلامية. تقرير وطن بلاص. إلى معبر الكرامة وصلت الوفود المشاركة في مؤتمر القدس عاصمة الشباب الإسلامي للعام 2018، والهادف إلى التأكيد على أهمية مدينة القدس وطابعها الإسلامي، وذلك في ظل ما تواجهه المدينة من تحديات غير مسبوقة. وقد وصلت وفود من 27 دولة من دول عربية وإسلامية حول العالم. نتشرف اليوم بقيامنا بهذه الزيارة للأشقاء الفلسطينيين، وبموجب هذه الزيارة نحن نتشرف بأن ننقل تحيات الشعب الأردني والقيادة الأردنية والحكومة الأردنية إلى الأشقاء الفلسطينيين ممثلة بقيادتها وحكومتها والشعب الفلسطيني الشقيق. ومن المقرر أن تقام غدا العديد من الفعاليات وورشات العمل في مدينة رام الله، تتوج عند 6 من مساء يوم الثلاثاء بالمؤتمر الذي سيعقد بمقر الرئاسة بحضور السيد الرئيس محمود عباس. توقيع اتفاقية اعتماد القدس عاصمة للشباب المسلم أينما كان، ومجيء مجموعة كبيرة من الدول العربية يعبر عن محبة كل الأشقاء العرب لفلسطين وبالذات للقدس، القدس التي لن تكون إلا عربية ومسلمة، وهذا يعني هو الرسالة الأساسية من مجيئنا. هذا ويعتبر برنامج القدس عاصمة الشباب الإسلامي أول تطبيق عملي للموقف الإجماعي للدول الأعضاء الذي تم الإعلان عنه خلال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي والتي عقدت في اسطنبول، وتمخض عنها موقف دولي قوي أعلن للعالم أن القدس عاصمة فلسطين الأبدية. إعلان القدس عاصمة الشباب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهذه تحمل معاني كثيرة خاصة في الظروف التي تمر بها مدينة القدس، وقرار اللي اتخذه الرئيس ترامب هذا جزء من الرد على محاولات طمس هوية القدس و حقيقة أنها عاصمة لدولة فلسطين. ويسعى هذا المؤتمر إلى تمهيد طريق التعاون العملي بين شباب الأمة وفلسطين وتعزيز بناء قدراتهم وتحقيق وحدتهم. لتلفزيون فلسطين وطن بلاص. تقبل السيد الرئيس محمود عباس أوراق اعتماد سفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين السيد عصام الدين معوض. وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد التي جرت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم ووزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي وقائد الحرس الرئاسي اللواء منير الزعبي. واستعرض السفير الضيف حرس الشرف الذي اصطف لتحيته. اسمحوا لي سيادة الرئيس بأن أقدم لكم سعادة السفير عصام الدين عبد الحميد عاشور، يقدم أوراق اعتماده كرئيس لمكتب تمثيل جمهورية مصر العربية لدى فلسطين خلفا سعادة السفير ساني سعد مراد، فليتفضل. فخامة الرئيس والأخ العزيز محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، تحية طيبة وبعد، أتقدم لفخامتكم بخالص الود والتقدير، وأتشرف بإفادتكم بأن جمهورية مصر العربية قامت بترشيح السفير عصام الدين عبد الحميد عاشور رئيساً لمكتب تمثيل جمهورية مصر العربية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية خلفاً للسفير سامي سعد مراد.
ويأتي هذا الاختيار انطلاقا من حرصنا على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية وصيانة المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين، آملين أن يلقى مرشحنا كل التعاون والدعم لنجاح مهمته كممثل لجمهورية مصر العربية في بلدكم الشقيق. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. كما وتقبل السيد الرئيس محمود عباس أوراق اعتماد سفير البرتغال لدى فلسطين السيد روي ألبرتو، استعرض السفير الضيف حرس الشرف الذي اصطفى لتحيته. اسمحوا لي سيادة الرئيس بأن أقدم لكم سعادة السفير روي كاربيالو باسيارا ليقدم أوراق اعتماده كرئيسا لمكتب تمثيل جمهورية البرتغال لدى فلسطين. نود التأكيد أننا سنبقى على تواصل دائم مع سيادتكم بهدف تطوير العلاقات البرتغالية الفلسطينية. With the purpose of strengthening the relationship between Portugal and the State of Palestine. I avail myself of this opportunity to renew Your Excellency the assurance of my highest consideration. Marcelo Rebelo Sousa, President of the Portuguese Republic. وتقبل السيد الرئيس محمود عباس أوراق اعتماد سفير فنلندا لدى فلسطين أن كيسي هيكينين في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، واستعرضت سفير الضيف حرس الشرف الذي اصطفى لتحيتها. سيادة الرئيس بأن أقدم لكم سعادة السفير أنا كايسلا هينكين لتقدم أوراق اعتمادها كرئيسا لمكتب تمثيل جمهورية فنلندا لدى فلسطين خلفا لسعادة السفير بيكرو إليسيا كيتسوتيلا، فلتتفضل. نود التأكيد لسيادتكم أننا سنعمل على ضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والمشاريع المختلفة للضفة الغربية وغزة، إضافة إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعيدين السياسي والتجاري. هذا وتقبل السيد الرئيس أوراق اعتماد سفير هنغاريا لدى فلسطين السيد سابا رادا، واستعرض السفير الضيف حرس الشرف الذي اصطفى لتحيته. We'll be right back.
لكم سعادة السفير الدكتور تشابا رادا يقدم أوراق اعتماده كرئيسا لمكتب تمثيل هنغاريا لدى فلسطين خلفا لسعادة السفير جيزا نهالي. فليتفضل. نؤكد بأن هنغاريا تقف إلى جانب حل الدولتين ونثمن جهود سيادتك لتحقيق هذه الغاية. والعلاقات الهنغارية الفلسطينية مستمرة منذ عهد طويل، وسنعمل على تعزيزها في مجالات مختلفة كالاقتصاد والتعليم والزراعة والمياه. قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إن القرار الأمريكي بشأن القدس أعطى إسرائيل الضوء الأخضر للإمعان في هجمتها الاستيطانية والاستمرار في استهداف شعبنا. نلتقي اليوم وقضيتنا الوطنية تمر في مرحلة فارقة تشتد فيها التحديات والصعاب، فقد أعطى القرار الأمريكي بشأن القدس إسرائيل الضوء الأخضر للإمعان في هجمتها الاستيطانية والاستمرار في استهداف شعبنا بالقتل والاعتقال وبأعمال التنكيل وبمخططات التهجير وهدم البيوت والمنشآت في القدس ومحيطها وفي الأغوار الفلسطينية وجنوب الخليل وغيرها من المناطق المحتلة. وأكد الحمد الله خلال مشاركته في تخريج الفوج الأول من برنامج إعداد القادة إننا لن نقايض على حقوقنا أو أرضنا أو مقدساتنا، سنبقى متمسكين بحقنا التاريخي في العيش في رحابها وإقامة دولتنا المستقلة. رغم كل هذه الانتهاكات وفي ظل الحصار السياسي والمالي الذي نواجهه، فإن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها فخامة الأخ الرئيس محمود عباس كانت ولا تزال تؤكد أننا لن نقايض على حقوقنا أو أرضنا أو مقدساتنا، وسنبقى متمسكين بحقنا التاريخي في العيش في رحابها وإقامة دولتنا كاملة السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وسنبقى متمسكين كذلك بالسلام العادل القائم على أساس حل الدولتين والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة. وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله قد شارك في حفل تخريج الفوج الأول من برنامج إعداد القادة من المدرسة الوطنية للإدارة التابعة لديوان الموظفين العام، والذي أقيم في رام الله بحضور رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد والقنصل الفرنسي وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية. هذا وبعث الحمد الله نيابة عن السيد الرئيس محمود عباس تحية لخريجي الفوج الأول من برنامج إعداد القادة الذين يعتلون سلم القيادة والريادة، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والانضمام الإيجابي في تطوير الدولة الفلسطينية. وبدوره أكد أبو زيد أهمية برنامج إعداد القادة في رفض المؤسسات بالكوادر التي تعود بالنفع على المؤسسات الوطنية. واللي اجتازوا هذا البرنامج بكفاءة وجدارة وتميز والتزام عالي والمهارات والقدرات التي اكتسبوها خلال سنة من التدريب وتسلحوا فيها، أعتقد تؤهلهم بأن يكونوا في قيادة مؤسسات الدولة وخاصة في الفئة العليا التي تقود بشكل عملي مؤسسات الدولة. في موضوع آخر، خاطب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون 11 اتحادا وجمعية برلمانية إقليمية ودولية بخصوص التطورات الأخيرة الخاصة بما تتعرض له وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، خاصة في أعقاب تقليص واشنطن إسهاماتها المالية في ميزانية الوكالة. طالب المجلس في مذكرته تلك الاتحادات بالإعلان عن رفضها المساس بالأونروا والإصرار على المحافظة على استمرار رسالتها والربط الدائم بين إنهاء عملها وبين تنفيذ القرار 194 القاضي بالعودة والتعويض طبقا لقرار تأسيسها ورفض محاولات تحويل مهام عملها إلى الدول المضيفة للاجئين. ودعا تلك الاتحادات إلى الحفاظ على عمل وكالة الأونروا وتطوير مداخلها من خلال تحفيز وتشجيع المساهمات المالية الدولية والمساهمات العربية
وحث الدول المانحة والممولة على الوفاء بالتزاماتها المالية لدعم ميزانية الأونروا وتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين. المجلس الوطني حذر من الآثار الجسيمة لقرارات إدارة ترامب على اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدا أنها تخفي هدفا إسرائيليا أمريكيا للتخلص من قضية اللاجئين. ورفض المجلس الوطني في مذكرته الشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية على الوكالة لإحداث تغيير في المناهج الدراسية التي تدرس في مدارسها لجهة شطب كل ما له علاقة بحق العودة وقضية اللاجئين الفلسطينيين وإسقاط هوية القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة. قال رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار بكدار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دكتور محمد شتي إن الشعب الفلسطيني ومؤسساته قادرون على تنفيذ قرارات فك العلاقة الاقتصادية الكولونيالية بالتدرج مع إسرائيل. وأضاف شتي أن تحقيق هذا الهدف يكون عبر مجموعة إجراءات، منها العمل على تعزيز المنتج الوطني وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. شكل قرار اللجنة التنفيذية الأخير فيما يتعلق بوضع الخطة للانفكاك عن الاحتلال ردا فلسطينيا من بين الردود الأخرى على اعتراف ترامب المشؤوم واستمرار إسرائيل في أنشطتها الاستيطانية بدعم أمريكي بات واضحا. الجهود الآن لازم تنصب على إعادة هذه الصياغة وباتجاه تفكيك العلاقة معه وتخفيف التبعية للاقتصاد الإسرائيلي. هذا بيتطلب الحقيقة ربما سياسات شوي مختلفة عن السياسات اللي كانت قائمة بالسابق وبيتطلب خطة طويلة الأمد. عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد شتية أكد أن شعبنا ومؤسساته قادرون على تنفيذ فك العلاقة الاقتصادية بالتدريج مع الاحتلال. الإرادة السياسية متاحة ولذلك يجب علينا أن نراكم ما يسمى بإنجازات على الأرض. وإذا ما نجحنا في كل خطوة نبتعد فيها على الاقتصاد الإسرائيلي وعن مظلته، هذا بيعني دعم للاقتصاد الفلسطيني باتجاه توسيع القاعدة الإنتاجية، لأنه في النهاية الزراعة بدها تشهد تطور، الصناعة بدها تشهد تطور. ويعد الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال ركيزة أساسية نحو الاستقلال الكامل وخطوة للنهوض بالاقتصاد الوطني. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من الوصول إلى واقع لا يمكن العودة عنه يقوم على دولة واحدة بدلا من حل الدولتين. وقال غوتيريش خلال اجتماع في الأمم المتحدة إن الاستيطان المستمر في الضفة بما في ذلك في القدس الشرقية مخالف لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي، مشددا على أنه عائق كبير أمام السلام. وغوتيريش شدد على أنه لا يوجد خطة بديلة لحل دولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي إلى العطاء بسخاء من أجل تلبية حاجات تمويل منظمة الأونروا بعد قرار الولايات المتحدة في مطلع العام الحالي تجميد قسم من مساهمتها. أصيب شاب بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال ببلدة برقين جنوب غربي جنين. وأفاد مراسلنا في جنين أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة برقين وحاصرت عمارة سكنية وقامت باعتقال مواطنين والاعتداء على آخرين. ولمتابعة التطورات الميدانية في جنين ينضم إلينا مراسلنا من هناك أحمد نزال. أحمد أهلا بك معنا، يعني ضعنا في صورة تطورات الأوضاع، خاصة وأنه في الساعات الأخيرة كان هناك حديث عن اختطاف شابين أيضا من البلدة. نعم، ما شهدته بلدة برقين هذا اليوم حيث عدنا للتو من البلدة بعد اقتحام قوات الاحتلال لها مساء هذا اليوم. وفي التفاصيل كانت أعداد كبيرة من دوريات الاحتلال، عشرات من الآليات كانت قد اقتحمت بلدة برقين عصر هذا اليوم وحاصرت وسط البلدة العديد من الأحياء، فرضت عليها طوقا أمنيا ومنعت أحد من الاقتراب إلى المكان، وقامت بتفتيش العديد من المنازل واعتلاء أسطحها وأيضا نشر القناصة على أسطح المنازل وفي الطرقات.
كما قامت أيضا قوات الاحتلال بإطفاء الكهرباء عن البلدة وشوارع البلدة حتى تتمكن من يعني حركة بحرية وتمنع المواطنين من الوصول ورؤية ما يحدث داخل البلدة. قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت هذا اليوم شابين من بلدة برقين يعملان في أحد المتنزهات هنا في مدينة جنين، وهما ناجي جرار إضافة إلى شقيقه فؤاد جرار، وهما صاحبا هذا المتنزه. مباشرة بعد هذا الاعتقال قامت بحصار عمارة سكنية تعود لهؤلاء الشابين ولشقيقهما في بلدة برقين واقتحام هذه العمارة وتفتيشها، ومن ثم التنقل إلى مساكن أخرى وتفتيشها واعتلاء أسطحها. أحد المواطنين الذي توصلنا إليه وأجرينا معه مقابلة أكد بأن قوات الاحتلال اقتحم بيته ووضع عائلته في غرفة واحدة وقام باعتلاء أسطح منزله، حيث وصل إلى المنزل وصل جيش الاحتلال بسيارة مدنية، كما اقتحم جيش الاحتلال العديد من الأحياء في البلدة بسيارات مدنية كان قد صادرها من المواطنين هنا في مدينة جنين. كل ذلك كان قد سبقه أيضا اختطاف قوات الاحتلال للشاب محمد حسام الشلبي، حيث يعمل هذا الشاب في شارع حيفا، اختطفته القوات الخاصة ظهر هذا اليوم. هذه العملية رافقها مواجهات بين الشبان الذين خرجوا للتصدي لقوات الاحتلال وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص الحي تجاه الشبان، أدت إلى إصابة أحد الشبان برصاص حي في الفخذ، نقل إلى المشفى الشهيد الدكتور خليل سليمان لتلقي العلاج كما أفادنا الهلال الأحمر الفلسطيني. وأيضا قوات الاحتلال استخدمت ضابط الإسعاف خالد الأحمد كدرع بشري هنا في بلدة برقين، حيث اقتادته إلى المنازل واقتحمت المنازل مع أخذ هذا الضابط ويعني أخذه كدرع بشري واقتياده كدرع بشري كما حدثنا ضابط الإسعاف. قوات الاحتلال انسحبت من بلدة برقين بعد اقتحام هذه المنازل، عشرات الآليات كما ذكرنا إضافة إلى جرافتين. للتو وصلنا خبر عاجل لم نتمكن من التحقق من صحته، ولكن أفدنا الآن بأن هنالك قوة كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم حي حوشية في بلدة اليمون. لن يتسنى لنا حتى هذه اللحظة التحقق من الخبر، لكن أحد المواطنين اتصل بنا وأخبرنا بهذا الخبر الآن وفي هذه اللحظات. إذن قوات الاحتلال يعني تمارس اقتحامها للعديد من الأحياء في مدينة جنين، ولا نعلم نهاية هذه الاقتحامات مع هذه الليلة. مراسلنا من جنين أحمد نزال، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. قتل مستوطن بعد أن تعرض للطعن قرب مستوطنة أرييل الجافي على أراضي المواطنين في سلفيت. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن منفذ عملية الطعن تمكن من الفرار، حيث شنت قوات الاحتلال اقتحامات واسعة طالت العديد من القرى القريبة، فيما هجم عشرات المستوطنين المتطرفين مركبات المواطنين قرب موقع العملية، كما قامت قوات الاحتلال باقتحام العديد من القرى القريبة وإغلاق مداخل مدينة سلفيت. إلى ذلك أغلقت قوات الاحتلال عددا من الحواجز العسكرية بمحيط مدينة نابلس وأعاقت تنقل المواطنين. إلى ذلك انتشر عشرات المستوطنين تحت حراسة جنود الاحتلال على الطرق الرئيسة، وهاجموا مركبات المواطنين وألقوا الحجارة تجاه منازل المواطنين في بلدة بورين جنوب نابلس. بناء على تعليمات رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أصدر وزير الصحة جواد عواد قرارا بإعفاء المواطنين البدو القاطنين في منطقة جبل البابا في ضواحي العاصمة القدس من رسوم التأمين الصحي ومنحهم تأمينا صحيا مجانيا. وقال الوزير عواد أن هذا القرار يأتي في سياق دعم صمود المواطنين في منطقة جبل البابا في ظل ما يتعرضون له من هجمات مستمرة ومتواصلة من قبل جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين التي تهدف إلى مصادرة أراضيهم وإبعادهم عنها. أكد رئيس سلطة المياه مازن غنيم أن قطاع المياه في المحافظات الجنوبية سوف يشهد تطورات جديدة وافتتاح العديد من المشاريع لتطوير البنية التحتية التي تخدم هذا القطاع الحيوي. وثمن غنيم الدعم الذي تقدمه الدول المانحة في هذا المجال وخاصة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
جاء ذلك أثناء افتتاح الوزير غنيم الخزان الرئيسي الجديد المغذي لمنطقة جنوب غربي مدينة غزة بتمويل ألماني. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من استوديوهاتنا في غزة رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم. أهلا وسهلا بك سيد مازن. يعني حبذا لو تطلعنا على الأهمية التي يكتسيها افتتاح مثل هذا المشروع وانعكاساته، خاصة وأن دراسات كثيرة كانت أجرتها سلطة المياه عن مخاطر الواقع المائي في غزة. يعني مساء الخير لكم ولجميع مشاهديكم. طبعا هذا المشروع أولا يأتي في إطار خطة سلطة المياه لمواجهة يعني الوضع الكارثي هناك. الجميع يعلم بأن يعني الخزان الجوفي 97% من الخزان الجوفي غير صالح للاستخدام الآدمي، لذلك تم وضع خطة كاملة متكاملة تشمل أولا معالجة وضع الخزان من خلال وقف التلوث الحاصل وتسرب مياه الصرف الصحي، كذلك توفير مياه صالحة للشرب من خلال محطات التحلية، وجاري العمل على 3 محطات تحلية صغيرة الحجم، إضافة إلى المياه التي يتم يعني شراءها مباشرة من شركة مكروت. وكذلك يعني أن المشروع الاستراتيجي الهام لمواجهة هذه الكارثة هو مشروع محطة التحلية المركزية في قطاع غزة. هذه المشاريع كلها هي بحاجة إلى منظومة كاملة ونظام مائي متكامل، لذلك في هناك خزانات يجب يعني جاري العمل على إنشائها، في خزانات تم افتتاحها. الخزان اللي تم افتتاحه اليوم هو خزان تل الهواء، هذا الخزان بسعة 3000 كوب، وهو حقيقة يعني يخدم منطقة غرب وجنوب غرب مدينة غزة، حيث تم في العام السابق افتتاح خزان المنطار الذي دمر في عام 2014 خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي تم إعادة افتتاحه العام الماضي، وهو يخدم أيضا. يعني أعتقد أن فيه هناك تحسن ملموس حصل على تزود المياه لمنطقة شرق غزة. اليوم إحنا بنحكي عن منطقة غرب غزة وجنوب غزة، لذلك أنا بعتقد أنه عند اكتمال المنظومة المائية بشكل كامل سيكون في هناك عملية تزود وتحسين لعملية التزود لوصولها إلى كافة السكان المستهدفين دون استثناء. السقف الزمني هذه المنظومة أيضا مربوطة سيد مازن، السقف الزمني لهذه المنظومة خزان المنطار، وكذلك يعني سيد مازن مجموع السقف الزمني للانتهاء من حتى تنتهي الكارثة ما هو في إطار مخططاتكم وخططكم الاستراتيجية؟ طبعا أنا تحدثت عن خطة سلطة المياه، وإحنا بدأنا في هذه الخطة عمليا على الأرض، وأنا بعتقد أنه يعني منذ تقريبا عام أو عام ونصف بدأنا بافتتاح مجموعة من المشاريع، وفي هناك مشاريع جاري العمل على تنفيذها حاليا تصل قيمتها إلى أكثر من 300 مليون دولار وهي موجودة على الأرض. هذه المشاريع إن شاء الله سيتم الانتهاء منها مشروع تلو الآخر خلال عام 2018 وعام 2019. احنا بنتوقع اذا سارت الامور بالشكل الطبيعي دون اي معيقات من قبل الاحتلال الاسرائيلي فسيكون هناك في تحسن ملحوظ على موضوع يعني المياه والصرف الصحي. يعني سيتم وقف ايضا التلوث، لانه موضوع الصرف الصحي لا يقل اهميه بالنسبه لقطاع غزه، سواء على صعيد المناطق الاهله بالسكان، سواء على صعيد المياه الجوفيه، سواء على صعيد البحر. وكذلك احنا يعني الاسبوع الماضي كنا في بروكسل وكان في هناك اجتماعات المانحين، وعلى هامش هذه الاجتماعات كان في هناك اجتماع خاص لتحديد موعد مؤتمر المانحين الخاص بمحطة التحلية المركزية التي تصل قيمتها الى اكثر من 600 مليون دولار. نحن نقول اننا يعني في النهاية نجحنا في تحديد موعد هذا المؤتمر في 20/3 من عام 2018، وايضا سيكون بالتزامن مع عقد مؤتمر المانحين في بروكسل. نعم. وطبعا يعني انتهاء وتوفير تمويل هذا المؤتمر وبدء العمل بمشروع التحلية المركزية، أعتقد أن مشكلة المياه والصرف الصحي في قطاع غزة تكون انتهت، ونحن بانتظار فقط مسألة وقت هي الانتهاء من تنفيذ المشاريع المختلفة في الصرف الصحي وفي قطاع المياه وفي التحلية على وجه الخصوص. نعم، بالتأكيد نأمل بأن تساهم هذه المشاريع في حل مشكلة المياه في قطاع غزة. رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم حدثتنا مباشرة من استوديوهاتنا في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك.
في الشأن الدولي، أجرى بابا الفاتيكان مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يقوم بأول زيارة رسمية لرئيس تركي للفاتيكان منذ نحو 60 عاما. وفي لقاء استغرق نحو ساعة ناقش طرفان وضع مدينة القدس وسبل الحفاظ عليها وعدم المساس بمكانتها الحالية، كما بحثا قضية الإرهاب والوضع في سوريا وأزمة اللاجئين. وقال الفاتيكان إن المحادثات تضمنت وضع القدس وسلطت الضوء على الحاجة إلى إرساء السلام في المنطقة عبر الحوار والتفاوض مع احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي. أعلن التحالف العربي في اليمن اعتراض قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي السعودية. واتهم العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي الحوثيين بإطلاق الصاروخ بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والأهلة بالسكان. طلب الادعاء العام البلجيكي بإنزال عقوبة السجن لمدة 20 عاما ضد صلاح عبد السلام وشريكه سفيان عياري. تتهم بروكسل صلاح عبد السلام الناجي الوحيد من المشتبه فيهم بتنفيذ هجمات باريس بإطلاق النار على الشرطة أثناء القبض عليه في العاصمة البلجيكية. وأسفرت هجمات باريس عام 2015 التي استهدفت قاعة للحفلات الموسيقية وملعبا لكرة القدم وعددا من المطاعم أسفرت عن مقتل 130 شخصا. وتنضم إلينا عبر خدمة سكايب من باريس مراسلتنا جميلة أبو شنب. أهلا بك جميلة، معنا عبر تلفزيون فلسطين. الانعكاس لهذا الطلب من المدعي العام بطلب 20 عاما لهذا الناجي الوحيد من ما تم القيام به في باريس، كيف هو وقعه في المجتمع الأوروبي وتحديدا في فرنسا؟ إذا يبدو أن جميلة لم تسمعنا بشكل واضح. سنحاول العودة إليها في وقت لاحق. أعلنت جامعة القدس افتتاح أكاديمية القدس للعدل الدولي والتي سيكون مقرها في البلدة القديمة في العاصمة المحتلة بهدف إعداد برامج تدريبية في مجال التقاضي الدولي أمام المحاكم الدولية المختصة بالقانون الجنائي الدولي. تحت رعاية السيد الرئيس محمود عباس أطلقت جامعة القدس فعاليات افتتاح أكاديمية القدس للعدل الدولي بحضور وزير العدل علي أبو دياك ممثلا عن سيادته. إن قرار جامعة القدس بإطلاق أكاديمية القدس للعدالة الدولية وموافقة القاضي الدولي أوكامبوس على ترأس هذه الأكاديمية والإشراف عليها يحمل في طياته دلالات قاطعة بأن العدالة الدولية إن لم تجد صداها في فلسطين فلن تجد لها أي مكان في العالم. يأتي افتتاح أكاديمية القدس للعدالة الدولية في ظل هذه المرحلة المصيرية والهجمة الاستعمارية الاستيطانية التي تتعرض لها القدس. هذه الأكاديمية التابعة للجامعة سيكون مقرها في البلدة القديمة في العاصمة المحتلة، تهدف إلى إعداد برامج أكاديمية وتدريبية في مجال التقاضي الدولي أمام المحاكم الدولية المختصة بالقانون الجنائي الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان. هذا المعهد الذي ستحتضنه جامعة القدس في حرمها في البلدة القديمة في القدس كمقر لإدارته، والذي يهدف إلى بناء وتكوين كوادر فلسطينية متخصصة من خلال برامج أكاديمية وتدريبية في مجال التقاضي الدولي أمام المحاكم الدولية المختصة بالقانون. أكاديمية القدس للعدل الدولي سيشرف عليها القاضي لويس أوكامبو المدعي العام السابق في محكمة الجنايات الدولية بهدف إعداد المناهج التدريبية التي سيقوم بتدريسها. فلسطين هي التحدي الأكبر من حيث النظام القانوني والموضوع الإنساني، ولهذا السبب ينبغي أن يكون هذا المكان مركز النقاش حول الإنسانية والعدالة، وهذا شرف لي أن يوجه لي دعوة من قبل جامعة القدس.
افتتاح هذه الأكاديمية يأتي في ظل الهجمة الممنهجة ضد قضيتنا الوطنية والاعتداء الصارخ على حقوق شعبنا وصموده وقيادته في مواجهة إعلان ترامب بشأن القدس. فوجود مقر هذه الأكاديمية في القدس تأكيد على أنها ستبقى العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية. قبل ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. السيد الرئيس يلقي كلمة هامة أمام مجلس الأمن في 20 من الشهر الجاري. وفود من 27 دولة عربية وإسلامية تصل أرض الوطن للمشاركة في مؤتمر القدس عاصمة الشباب الإسلامي. رئيس الوزراء يؤكد أن إعلان ترامب أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لتكثيف الاستيطان والاستمرار في استهداف شعبنا. وإصابات في مواجهة مع الاحتلال في جنين والمستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين قرب سلفيت. نشكر لكم دائما مشاهدينا الكرام طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء. إلى اللقاء.